من فيكم سمع عن فن الجرنال؟ الناس يعني اللي تحب تلعب وتبدع بالورق أكيد يعرفوه، خصوصا أنه صار هبة منتشرة بنشوفها على منصات التواصل الاجتماعي. هناء انديجاني راح تأخذنا في رحلة مع إبداعها في الورق والتزيين مع هذا الفن اللي صارت ما شاء الله تبارك الله عليها بتعشقه وبتقدم فيه ورش عمل اللي حابين يتعلموه راح يتعلموا معنا في هذه الفقرة. أهلا وسهلا هناء، منورتنا. أهلا فيكي. يعني صراحة ما شاء الله كل خميس الشباب بيحبوا يدلعوني، يعرف قديش أنا أحب مرة الأعمال والأشغال اليدوية. فقبل أن ندخل في الحوار ودي أعرف إيش حنسوي اليوم مع بعض. حنسوي صفحة جورنال، حنشوف كيف الطريقة وإيش فكرة الجورنال بالضبط، حنوضحها يعني. فحنستخدم الأشياء المتوفرة عندنا وحنسوي صفحة مع بعض نطبق ونجرب ونستمتع يعني. طب يمكن الناس اللي لسه ما يعرفوا إيش هو فن الجورنال، فخلينا نعرف لهم هذا الفن وأيضا يعني علاقتك فيه. شوفي، هو ممكن تقولي يعني ثلاثة مسميات: دفتر قصاصات أو دفتر يوميات أو دفتر ذكريات مرئية، يعني ذكريات بس تتحط بصور يعني. فهي فكرتها إنه ممكن تكتبي فيها عبارة، ممكن تحطي فيها فاتورة قهوة مثلا حبيتي، ممكن تحطي فيها رسمة، ممكن أحيانا ترسمي الطبق أو ترسمي شيء عجبك في ذاك اليوم. يعني صفحة تعبري فيها عن يومك بس يكون في إيش فن في الموضوع، يعني في حاجة كمان لمسة من ذا اليوم. يعني في ناس ممكن يضيفوا زي ما قلت لك فاتورة، ممكن تضيفي صورة، في ناس اللي ما تعرف ترسم تطبع صور بسيطة أو أي شيء له علاقة في ذا اليوم، بتحطيه بطريقة كده فنانة بسيطة يعني مع استكرات مجموعة أوراق ويعبر عن يومك يعني. طب ايش علاقتك بهذا الفن؟ العلاقه ما اعرف يعني، اقول لك من احنا صغار اذا تفتكري دفتر الاستيكرات حقت الابتدائي طبعاً. يعني علاقات كانت تقوم على دفاتر الاستيكرات هذه. من دفتر الاستيكرات طبعا، واي صفحه اي دفتر كان معايا في الابتدائي في المتوسط دائما كنت احب ازين دفاتري، هذه هي الفكره يعني. حتى في المتوسط كثير ابلات اخذوا دفاتري لانه يكون كل صفحه ما شاء الله مزين بطريقه يعني. ممكن ما كنت بس احب اكتب في الواجب او اكتب شيء، لا ازين الصفحه اول شيء من الى بعدين اكتب في الواجب، فكانت كل صفحه مزينه بطريقه مختلفه. هذه كانت البدايه يعني صراحه. بعدين طبعا سافرت، لما رحت اخذت الماجستير برا وكذا تعرفت زياده، تعمقت هناك من خلال شفت فيديوهاتهم، شفت الناس كيف يعني تطبق عندهم هناك كوميونيتيز، عندهم يعني سوسايتي، عندهم افكار مره كثيره. في البدايه طبعا كان على 2012 وكذا كان كل السبلايز لسه ما هي متوفره كثير هنا، يعني الاستيكرات الاوراق الافكار هذه كلها عارفه، فكانت هناك متوفره فساعدتني مره كثير انه ايش ادخل فكره الاستيكرات مع اني اكتبها كيوميات يعني. حلو. يعني طب مثلا هل في اوراق معينه لهذا الفن او قواعد معينه ايضا، او نقدر نقول بانها مثلا مثل اعاده التدوير؟ هي فكرتها ترى بدات باعاده التدوير. يعني لو تيجي على بعض المسلسلات ايام زمان حياخذ الدفتر يكتب مثلا عن يومه وتلاقيه في الاخير زي ما قلت لك يحط مثلا شيء له علاقه بدا اليوم، مثلا فاتوره، مثلا كرت احد عطائي في دا اليوم. فهي فكرتها كانت بدايتها اعاده التدوير قبل ما يكون في استيكرات، قبل ما يكون في دي الاشياء كلها. بس بعدين تطور الموضوع، صارت الناس لا تبدا تتفنن، صارت تبدا ترسم، صارت تبدا تكتب بخطوط جميله، صارت تبدا تحط استيكرات ملونه، صار في طبعا استيكرات خاصه في ذا الموضوع بعد كده يساعدك انك تعبري اكثر وتزيني صفحه يعني بطريقه معينه. طب ايش المخرجات او الابداعات اللي ممكن تطلع منها هذا الفن؟ يعني انا شايفه ما شاء الله تبارك الله هنا معانا على الطاوله يا جماعه في مجموعه من الابداعات الفنيه، فعرفينا عليها. طيب هو زي مثلا هذا الدفتر، مثلا هذا دفتري، هذا دفتري كان حقت سنه 2021 و 2022. فزي كذا عباره عن صفحات زين فيها، كل صفحه تقريبا بثيم وكل صفحه فيها مشاعر معينه. يعني ايش مشاعري في ذيك الصفحه يعني كانت، خليني اشوف. تفضلي. إذا ممكن بس يعني نحن ما نبغى نقلب في يعني أمورك الخاصة، عرفتي؟ ما حيكون في أسرار كثير. ما في أسرار، أوكي. أيوه بس مثلا يعني الله. حتى فكرة الفواتير مثلا يعني احتفظت، حطيت أول فاتورة رحت فيها السينما لما فتحت السينما هنا في السعودية، فاتورة أول سينما عائلية رحت العائلة كلها وكان المبلغ يعني خرافي، فحبيت احتفظ بالفاتورة حطيته يعني. فاحيانا القهوه يعني انا جايبه معايا، اذا تشوفي زي كذا بعض الكاسات الاشياء اللي تعجبني اقصقصها واحطها في الدفتر تكون حاجه عجبتني يعني. صح.
صراحة أنا عندي نفس الدفتر هذا. أيوه. أوكي بس مو بنفس هذا الفن. أبداً. هو دي المشكلة. يعني في عندي دفتر أحتفظ فيه بالأشياء الخاصة. أيوه. عندي وأحطها في الدفتر. عارفة الدفتر اللي ينفتح منه كنزيل سيليكون أو الورق الشفاف. أيوه. اللي أقدر أحط تحطي فيه تقريبا كده. أيوه. الأوراق والدفاتر. أيوه. والنوتس المهمة. أيوه. عندي والكاردز القريبة القربي. أيوه. فأحطها في هذا الدفتر فيه بلاوي. بس مو بهذا الفن ابدا. مو هي هذه الفكره هذه انه يعني عارفه منه فن ابداعي. يعني تحطي بدل ما تحطيها بس بطريقه عشوائيه لا ترتبيها. يعني في نفس الوقت تقضي وقت وتساعدك انك برضو في موضوع الفن يعني الرسم. في ناس كثيرين يدخلوا الرسم معاه تبدعي تشوفي صور اشياء تحمسك انك ايش تسوي الصفحه اللي بعدها دائما. يعني هو صراحة شيء يحمس. بس أنت كيف شايفة يعني إقبال الشباب على هذا النوع من الفن، خصوصا أنك بتقدمي ورش عمل ودورات للشباب اللي حابين يتعلموا، فكيف شايفة الإقبال عليه؟ هل مجدي؟ هل الشباب متحمسين لهذا النوع من الفنون ولا لا لسه؟ بالنسبة دحين يعني الانستغرام حقي مثلا الإقبال دحين بدأ. كثيرين صراحة تيجي تقول لك أنا دائما أشوف دي الأشياء تعجبني. أيه. تلفتني بس ما أشتريها أو ما أعرف إيش أسوي بيها. عرفتي هذه فكرة الأغلب يعني تقول لك الله هذه الأشياء كنا نستخدمها إحنا صغار مدري يعني بس دحين ما أعرف إيش أسوي فيها. أيه. ولكن دحين لا لو تلاحظي في التيك توك انتشرت فيديوهات مرة كثيرة بس لو تكتبي فن الجورنال مثلا حتطلع لك فيديوهات ناس كثيرين مسوين صفحات يطبقوا على صفحات معينة. طبعا في الأنواع المختلفة اللي يكون الآرت اللي يكون شكل كيوت اللي يكون رسم يعني. فبدأ إقبال جدا يعني تقريبا تقدري تقولي من بعد فترة 2020 2021 يعني في إقبال صراحة. حتى لما نجينا في موضوع تقديم الورش وكذا حبيت إني أقدم هذا العمل. يعني ما أعرف أحد قبل كده إنه قدم ورش مثلاً يوضح فيها هذا العمل وإيش فكرته بالضبط وكيف يعني أقدر أبدأ. لأنه ناس كثيرين تقول لك طب أنا ما أعرف أبدأ أو كيف أبدأ. فكان في إقبال عالي صراحة يعني كأول ورشة يعني حتى قدمت إقبال جدا عالي من جميع الفئات العمرية ما توقعت صراحة. وهذا لسه اللي بسألك فيه يعني أتوقع إنه في شريحة عمرية ممكن هي. أيوه. اللي تجيكي ولا شفتي الإقبال من كل الشباب؟ لا كل الشباب أعمار كبيرة صراحة ما شاء الله فوق 30 فوق 40. الكل ما شاء الله تبارك الله أقبل والكل بالعكس طلب زيادة وكثيرين يعني قالوا يبغوا للأطفال يبغوا للكبار. أنا ما توقعت صراحة الكبار. هو أول ورشة كانت للكبار صراحة الإقبال كان مرة جيد. يعني أنا قلت لا يمكن حيشوفوا حيقول إيش هذه الأشياء يعني عارفة ما هي حق الأطفال. لا كان الإقبال جدا عالي صراحة وأصلاً الوعي. إيه؟ مرة بدأ ينتشر يعني من موضوع الفن. حلو يعني. أنا متحمسة صراحة أجرب معك وحنسوي صفحة جورنال. أيه. فعشان وقت البرنامج ممكن نبدا مع بعض نشتغل ونسولف في نفس الوقت. أوكي. ايش رايك؟ يلا تمام. فعلميني واعطيني خطوات من البدايه كيف راح نشتغل مع بعض. طيب. يعني هذه الصفحه نعملها دفترك ولا على هذا الدفتر نعملها هنا. ممكن انا قلت لاني انا صراحه ما راح ابدا الدفتر فحبيت انه يكون هنا. اوكي حنعمله هنا مع بعض. طيب. حنبدا بايش كبدايه؟ شوفي انا احتفظ بدي الاكياس اللي دائما تجي فيها مثلا كوكيز او حلويات او اشياء تستخدميها كخلفيه. وبعدين اللون تقريبا يدخل مع اي شيء فيعني هذه ممكن نستخدمها كبدايه خلفيه. طبعا اذا تلاحظي مقص غرة هو الاساس. لكن يعني في فن الجورنال ترى كثير يعتمد برضو اذا تلاحظي الاطراف. يعني انا ما احب اقص كثير اذا في انا بقص لك هذه يلا عشان احطها هنا. ساعة أيوة. شباب عندك ايش رايك الفكره هذا اليوم يصير اسجله بالضبط. يعني هذا اليوم لازم يتسجل. أيوة. التاريخ حيكون موجود عليه. اوكي كملي. ممكن حنسوي اول شيء الخلفيه. تمام. اي طيب خلاص مثلا حطيت هذه حتكون الخلفيه. اوكي اوكي طيب. اعطيني اللي انت الصوره اللي عندك بعدين احاول قبل ما قد ما اقدر. ايوه ممكن اعطفها لك لانها ما شاء الله قاسيه فبس انا بقص لك ساعه شباب كذا عشان يصير. ممكن تحطي في خلفيه تستخدمي بعض الاستيكرات والواشي تيب. هذه برضو اللصقات يعني ثقافتها ما كانت موجوده كثير هنا اللي هي اللصقات الملونه دي او اللصقات اللي عليها رسومات. اوكي طيب فزي ما قلت لك انا ما احب استخدم المقص كثير فمثلا يعني ححطه زي كده. انا احب استخدم المقص. شوفي هو فكره فيها عشوائيه شويه. المقص احس يعطيكي
الصفحه مره مرتبه بزي يعني عارفه عشان يكون في عشوائيه خفيفه كده في الموضوع. الكرت كان كبير فانا بحاول اصغر لك قد ما اقدر عشان يكفي في الدفتر كمان. اوكي طيب باقي هذه اخر واحده كملي لي عادي. انت قد عملتي صفحه طيب قبل كده او قد جربتي او مثلا يعني تفرجتي فيديوهات مثلا عجبك الموضوع؟ مره احب الفيديوهات اللي اشوفها على السوشيال ميديا اشوف انه هذا الفن يعني منتشر كثير عند الشباب وصاير هبه وفي ما شاء الله فنانين كثير في هذا الفن بس يعني ايش رايك؟ نايس يعني انا حاولت اصغرها لك قد ما اقدر عشان نقدر نحطها في الصفحه مع بعض. مع بعض طيب. صراحة نتمنى لك كل التوفيق في هذا الفن ونتمنى انه ممكن يكبر اكثر واكثر يصير حنكتب التاريخ عليه عشان بس نوري المشاهدين بس كذا بهذه البساطة. تقدري تزيدي تقدري تحطي استيكرات يعني عارفة هو ياخذ تقريبا وقت تقعدي عليه مثلا ابو ربع ساعة ممكن ثلث ساعة زي كذا يعني تحطي اشياء تحبي تضيفي اشياء الماتيريالز تكون قدامك زي كذا فتطالعي فيها فتشوفي ايش اللي حابة تضيفيه. فهذه سونالك هي اليوم اتوقع ما راح تنسي هذا اليوم ابدا وراح يظل في دفترك فعلا يعني يعطيك العافيه وشكرا على وجودك معنا اليوم هنا شكرا لك تفضلي هذا دفترك. مشاهدينا مكملين معاكم بعد الفاصل يعني راح يكونوا معنا في الاستوديو اللي راح يولعوا حلقه الخميس جده دانس كرو انتظرونا.